في حلقة اليوم يا عزيزي المتابع عندنا 5 يوتيوبرز أعطوني تحديات في ماينكرافت ولازم أسويها. كلمتهم وقلت لهم شو رأيكم تعطوني تحديات أسويها في ماينكرافت؟ فقالوا لي عندي الموضوع. طبعا هذه ثالث حلقة من تحديات اليوتيوبرز، عندنا حلقتين قبل هذه الأولى وهذه الثانية، يعني حابين تروح تشوفوهم متابع ممتع راح تلاقوا رابطهم في الوصف. خليني أعرفكم على اليوتيوبرز اللي أعطونا اليوم تحديات في ماينكرافت. بسم الله. الأسطورة المسطر صاحب السكن الأخضر وأسطورة روبلوكس وماينكرافت رحومي. اليوتيوبر الثاني عندنا المخضرم طربة. انت ايش تبي ستريمر؟ سنتين شوفي هذه ردات فعل على كورة. موسم سياح سياح ونياح فلوقات. يلا جيمينج ختم اليوتيوب خلاص ما شاء الله عليه. طبعا ما شاء الله. اليوتيوبر الثالث صاحب الاسلوب الرهيب والافكار الرهيبة والمبرمج العظيم يوري يا جماعة الخير. او ماي جاد كما نعلم هذا شيء جدا نادر. واليوتيوبر الرابع انت ايش تبي من اليوتيوبر هذا؟ تبي بابجي عنده بابجي، تبي ماينكرافت عنده ماينكرافت، تبي فلوجات وتحديات عنده فلوجات وتحديات اتش بي. هذا السجن راح يكون بيه 3 يوتيوبرز، اول شخص راح يطلع من هذا السجن راح يربح 10,000 دولار يا اخوان. واليوتيوبر الاخير المعرق صاحب السناره الذهبيه سي ام فيصل عادي ايرون. هذه لسته اليوتيوبرز اللي عندنا اليوم، نشكرهم على وقتهم اللي اعطونا اياه بانه يسجلوا مقطع ويرسلوا لي كتحدي في حلقتي هذه، وانا اتشرف فيهم جميعا كلهم. قناتهم تلاقوها تحت، روحوا زوروها واستمتعوا في المحتوى الرهيب اللي عندهم. لا تنسى اللايك يا عزيزي المتابع، لان الحلقات هذه تاخذ مني مجهود جدا كبير لانه تحديات وتعريق فهمتوني صح؟ احط لايك يا عزيزي المتابع لانه نبي نوصل هذه الحلقه يعني 20,000 لايك في خلال 24 ساعه راح يكون شيء بيرفكت. لا تنسى الاشتراك بطريقك وصل عبادي المليون قبل 23. فمان الله. هنقول بسم الله ونبدا بتحدي اتش بي. يا رب يكون تحدي سهل يا جماعه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. هلا عبادي، تحيه لك ولكل متابعي. طبعا طلبت من هذه تحدي واني الشخص الصح اللي يطلب منه اي شيء. الله التحدي يستر. هو كالاتي، احطك تحدي كلش بسيط. التحدي تبلش عالم طبيعي. اوكي. لازم تسوي كروسبو خلال 3 دقائق، بس 3 دقائق. كروسبو بثلاث دقائق؟ اصبروا، الكروسبو ايش يحتاج؟ كروسبو يحتاج ريبكر هوك هذاك، اوكي؟ ايرون سترينج، او ماي جاد، يعني ما لقينا سبايدر رحنا فيها. من هناك كل التوفيق. حبيبي شكرا لك. روك سمعي، انا عيني وين راح؟ سبحان الله، راحت على الدرع اللي تحت، شايفين الدرع المليون. باذن الله قريبا سوف يكون هنا باذن. اشتركوا يا جماعه، اذا انت جيد الله يستر، اشتر ساعدني انه نجيب الدرع المليون يا اخي. خلينا نقول بسم الله ونبدا التحدي اتش بي. الله يسترها مع اول تحدي. انا كذا جاهز عز المتابعه، خلينا نقول بسم الله. كروسبو العالم الاول يا رب يكون في قريه مهجوره. خلينا نقول لهم رايكم مره شيء تمام صراحه، ولكن انا استبعد الشهاده لانه حظي. ان شاء الله يا رب. راح يطلع عندكم تامر في مكان ما هنا اول ما ادخل العالم، وانا راح ابدا تامر عندي علشان ما اضيع. وبدينا راح اعطيها محاوله. ليش؟ اصبر راح اقول لكم ليش، راح اقول لكم ليش راح اعطيها محاوله، لانه احس اني اقدر، احس اني اقدر الاقي. ترون ليش؟ لانه لقيت ماينشافت. بس لو لقيت ماينشافت يا جماعه الخير، او ماي جاد، راح اقدر اسوي كل شيء. ماينشافت ممكن يكون في ايرون، اوكي، ولكن لو ابي شجره، ابي شجره بس. هذه ستكس، ليتس جو. ايوه انا في ستكس، محتاج ستكس انا بل. طيب ابي خشب، ابي خشب، ابي خشب. طيب اقلها خشب. الله يكتب بنس. خلينا نطلع فوق، خلينا نطلع فوق. ما في خشب ولا في ماينشافت اللي فكرت فيه او اللي توقعت انه ممكن الاقي ماينشافت. عيال اتحداكم تلاقوا شجره واحده في محاوله اني اروح لهناك. باقي دقيقه و40 ثانيه. في شجره هنا وفي هناك. اوش اسمه ذا؟ ايش كان اسمه؟ ما قمت اعرف اسولف والله، ما قدرت اسولف. تمبل احاول اخذ بس خشبه واحده، بس ابي واحده، بس ابي وان بيس اونلي، وان بيس. شكرا، بعدي حل. احس اني احتاج اكثر، بس اني اظن اكتفي بهذا الشيء. صدقوني لو قدرت ادخل داخل راح يكون في ايرون، اوكي، وراح اقدر. باقي دقيقه. او ماي جاد، هل اقدر ولا ما اقدر؟ هل اقدر ولا ما اقدر؟ نوع المحاوله. او ماي جاد بليز. اصبروا بسرعه 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 بسرعه. تكفوا، انزل، عطني هذول كلهم، تكفى ايرون. اوكي، باقي 36 ثانيه وما اظن اقدر. فعليا اول محاوله لي راحت. لو كان في ايرون هنا فعليا كان اموري تمام، بس ما في ولا عبة ايرون على حظي. نبدا العالم الثاني والمحاولة الثانية.
يا رب تكون المحاولة هذه رهيبة. يعني إذا راحت لنا المحاولة ذي يعني شكرا أظن لنا محاولة واحدة بس. يلا يا عالم يلا 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 وبدأنا تايمر لزقو على السريع. أقرب شجرة على السريع وناظر حولك لعله عزاني في قرية من يزور موكا والأغلب ما في قرية. أخذ الرابعة وكذا نكتفي بالخشب مرة بشكل مرة كامل على السريع. كرافتنج نعطيها حبة أكس بهذا الشكل حبة هذا وننطلق على السريع. طيب نحس ترينج تاد آيرون أوكي خطة كف أوكي ما في شيء ثاني أكثر من كذا. لو في قرية كان ها ممكن نستعنى في القرية ولكن للأسف الأفيس ما في قرية. أوه ماي جاد أوه ما هنا في كهف. أنا بحط أمالي أول شيء على القرية أنا لو في قرية راح تعادنا مرة مرة كذا حسب آيرون ذاك اللي هناك. كأني لمحت شيء. أصبر في البوابة ذيك هل ليك يكون فيها شيء؟ هذا أمل الوحيد يا جماعة الخير. فيها سترينج فيها سترينج والله ناس إيش يكون فيها ذيك والله ناس إيش يكون فيها. قرية تكفى ايش فيها اول شيء هذا ما في شيء يستفد منه ابدا. او ماي جاد ما ظننت في وقت 43 ثانية ما ظننت في وقت. ابي سبون عند قرية بس بني عند قرية صدقوني هذه تعطي سترينج صح. تكفى موت وفكني من شرك الله لا يعطي الدواء اجبت عندك صعب. محاولة رقم 3 والمحاولة الأخيرة تمنياتي جدا بسيطة قرية ماينشافت أو تمبل دول ثلاثة الشيء راح يساعدوني بإني أفوز على التحدي هذا. أنقول بسم الله نتمنى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم نعطيها حبة ستار تايمر. طيب قرية بس قرية أنا في مكان مرة عالي. Let's go yes إي تكفى إي أبي قرية هذه القرية أحتاجها. سبايدر أحاول أدور لي حين على كيف من الحين تاج كيف أوكي عشان سريع طب عليه. هنا في كيف أوكي هنا بعد في كيف عشان سريع طب سبايدرز ما حطهم بإذن الله. هذا طيب على السريع خلنا كسر كم خشبة أيرون قلم في بساسة أوكي جرب صرفة البساسة ممكن إنه تصير أوكي زي كذا نيسيف أيرون قلم الله يسعد تعال Let's go بعد يلا موت اوكي في بسة كانت هنا وينها في بسة ايوه في بسة بحاول اقتلها مع انه راح تجنني انه راح اشرف الزاوية اذبحها اتمنى تعطينا ليتس جو يا شيخ اي كذا تكفى اظن امور تمام اصبروا نرجع الكرافت تيبل اول شيء نسوي هذا الشيء الرهيب بعدين نسوي هذا الشيء الرهيب ليتس جو ما ادري كم التايمر ولكن خلصتها بدقيقتين قايل لكم لو جتني بس قرية او ماي جاد كروس بو ليتس جو اتش بي سويت التحدي حقك والله والله بغيت اخسر والله ما ادري ما كنت متاكد من معلومتي حقت انه البسته تطلع لي سترينج ولا الحمد لله سترينج واصلا كويس اني قدرت احشر تحت في الكيف. او ماي جاد خلاص التحدي الاول نروح للتحدي الثاني ونقول بسم الله. التحدي الثاني من رحومي خلينا نشوف يا رحومي معطيني تحدي خفيف بسيط لطيف زيه وكذا خلينا نقول بسم الله. هلا والله عبادي ومتابعين عبادي طلب من عندي تحدي وانا تعدي بصراحه ما جاني تعدي أيوة. براسي رهيب لان كل التحديات الرهيبه هم عملوها فعندنا تحدي اليوم من متابعين ونفسهم اخذت تعليق من قناته حرفيا فانا ما لي علاقه يا عبادي اذا كان التحدي صعب ولا لا يعني هذا شيء تحله بينك أوكي. وبين متابعينك. التحدي هو اقتل وحش الواردن في اقل من 3 دقائق في طور السرفايفر وبس والله جود لك. انت مش فيك مع 3 دقائق نقتل وحش الواردن في اقل من 3 دقائق سرفايفل كذا انا اكون جاهز. رحمه ما قال لي لا تطور اشياء وتسوي اشياء يعني فانا طورت كم شيء مو مره او بي يعني بس شعر في انا وبروتكشن اي في وبور في وانفريتي وذولي بس ذولي يعني ما تخير الوردن معضل وثلاث دقائق طربين اكثر ثلاث دقائق فخلنا نحاول نقول بس يلا بنجيها من اول محاولة لانه ابي اطلع الطم خلنا نقول بسم الله 3 2 1 اوكي ناكل جولدن ابل يا سلام نبدا نلطمه من بعيد كذا يا رب اوكي جاني نحاول نجده او ماي جاد بموت بحال نشبه بهذه ايوه ليتس جو او بموت هذا احسن خطه ولطمني انا اخذ دي تكفى موت بليز تكفى موت مو براضي موت خلنا ناكل واحدة عادية هذيك تبع اللي بعدين بليز موت بليز او ماي جاد يا عيال مرة معضل
ليتس جو. او ماي جاد دايما ما ابغى يموت والله ما ابغى يموت. كم التايمر؟ كم التايمر؟ اوه بدقيقه باقي دقيقه 40 ثانيه ما ادري عدد كم قتلنا. او ماي جاد اهم شيء سوينا التحدي يا عيال. شكرا التحدي يا رعومي وخلصنا التحدي حقك ونروح للتحدي اللي بعده ونقول بسم الله. تعدي ترضاه يا رب يكون تعدي خفيف لطيف زيه بسم الله. هلا صديقي عبادي كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. اخبارك؟ اسمع انا جايب لك تحدي بس هذا التحدي يعني شوي صعب. التحدي فكره مره بسيطه لكن من شوي صعب ترى صعب صدقوني. خلنا نسمع. كين في شروط صعبة عليك. أبيك تجمع أدوات كاملة بس من الحديد في 5 دقائق. اللي تدري أبى صعب عليك التحدي شوي. أبغاك تجمع أدوات كاملة بدون ما تأكل أي شيء أبداً. عندك 5 دقائق. روح يا وحش. تعال مو ما تأكل شيء في الواقع. ما تأكل شيء في ماينكرافت فجأة تقولي والله أنا عادي ما قال لي أنا أكل. إيه ما تأكل أي شيء في اللعبة. يلا. كنت بسوي نفسي اني العب عليه شوي ثاني يعني ما اكل شيء كذا الحياه الواقعيه بس انه فهمني يعني قال ما تاكل شيء باللعبه. التحدي كالتالي اني اجمع تولز كامله من الايرون خلال 5 دقائق. هنقول بسم الله. اللي نحتاجه تقريبا بس 11 حبه ايرون وامورنا باذن الله راح تصير تمام. ولكن التويست في الموضوع هنا انه ما يمديني اكل يعني اكل دمجت طاحت اغراضي الوداع. وبدانا تامر ونقول بسم الله. طيب اول شيء راح اجمع لي كم حبه خشبه معنا 5 دقائق باذن الله يكون اموره تمام. ولو لقينا كيف كويس صدقوني باذن الله جايبين التحدي هذا من اول محاوله باذن الله. خلني اقتل البقره هذه اخذها معي عبادي. ما بدك تاكل عبادي والله طربخ حط عليك تحدي والله عبادي والله ما تاكل. طيب نعطيه حبه بكاك سريع زي كذا ناخذ حقنا ذا ونطير سريع ندور لنا اقرب كيف. حلو في كيف هناك. يا رب كيف يا رب مو كيف. خلني اول شيء نسوي لنا بكاك ستون هذا اول شيء اوكي على السريع نعطيها بكاكس ستون. يا سلام. طيب اوكي اسحب من المكان ذا المكان ما في شيء. ناخذ كم حبه كول 1 2 4 ليتس جو 4 كول. ننزل بعد زياده تحت لعله ايوه يا الكيف الكبير ايه دلعني زي كذا. او ماي جاد في موبز المشكله في موبز هذه المشكله الكبيره يا جماعه الخير. او ماي جاد لو كان هذا ستون ليش اندي سايت اوكي عشان نسوي فرن تكفى فجرم سبورتي يا شيء. اوكي على السريع عطنا حبه فرن يا زميل عطينا الحبشكات هذه كلها وبدا سريع احرق على السريع عشان التايم ينفذ من هذه كم 3. اوكي في وين في بعد هنا في بعد باذن الله يمدينا باقي 2:50 يخلص وقت التعدي. او ماي جاد احس الوقت يصير ما ادري ليش اصبر باخذ ذيدي 6 بسم الله. خلينا نشوف هات هذه عندنا 8 هنا نبدا اول شيء بالسيف بالترتيب يا جماعه الخير اخرن ترتيب على السريع نعطيها حبه شفل بعد على السريع هنا اضي هنا مو وقت ما بدي اكل نسيت بغيت اكل الرطن فلش هذه ايش باقي عندنا اكس باقي عندنا هو يعني ثلاث بالضبط هذول بالضبط خلينا نقسمهم كذا هنا خليه يحرقون عطنا شويه كول عطنا دي اول شيء نسوي لنا اكس ليتس جو باقي له دول يخلصوا اموره تمام كم باقي تايم باقي دقيقه و27 ثانيه الحمد لله اظن اموره في السليم يا جماعه الخير هدي هذا في الجيب التعدي توفقت ليش في الكيف توفقت لقيت كيف بسرعه هذا اول شيء انقف كذا وكذا خلص التحدي باقي دقيقه و10 ثواني يعطيك العافيه طبخ التحدي توفقت من ناحيه الكهف اول شيء اوكي ثاني شيء توفقت من ناحيه الموبز ما تسلطوا علي ومجموعه الايرون اللي لقيتها كانت مره رهيبه وبكذا خلصنا سيف شافل بيكاكس اكس وهو فول ايرون تولز نروح للتحدي اللي بعده ونقول بسم الله. السلام عليكم يا قوم التحدي يا عبادي كالاتي هذا السيد الذي يظهر في الشاشه حاليا خليك ترسبن دائما في الانشن سيتي والتحدي هو ان تخرج من هذا المكان الى السطح لكن قد تقول بانك ستاخذ الوول وتطلع بكل سهوله وهنا يكمن دور الداتا باك هذا الداتا باك يعطيك هلمه جلد تخليك اذا تجاوزت الارتفاع صفر تدمج الى ان تموت وكي تزيل هذه الخوذه عليك صناعه التفاحه السوداء واكلها بالموارد موجوده والهروب قبل ان يجدك الواردن. تحدي جدا رهيب. او ماي جاد اللي ما فهم التحدي يرجع عيد التحدي عشان يفهم يا رب نعيش بسم الله. والله انا ما ادري ليش اليوم حظي كذا 2 من اليوتيوبرز مختارين تحدي فيه واردن انا اليوم بتطم من الواردن هذا التحدي انا بتطم فيه من الواردن طبطت السيد وحطيت الداتا باك اللي اعطاني اياه نقول بسم الله عبادي فضيحه هذه ننتهي منها معروفين انا فضيحه انا راح يترس من الواردن علي وبما احط شكل اوكي بدينا يا ساتر في تشتر هناك اوكي والهلمت في راسي هذه اللي اذا طلعت هذا هو لا انا بعيش فوق تكفون. طيب الخطه حاليا انه لازم ننزل تحت. او ماي جاد اوه ماي ديز اوكي عبادي حاول تكون هادي مره حاول تكون هادي عبادي شوف اوكي امورنا الان تمام. طيب كيف بنزل تحتنا الله يسعدك وش دقيقه ركز معي خلينا نحاول اول شيء نركز على الستان في ستان هنا اوكي في ستان هنا في ستان اوكي بحل افضل انزل تحت اني اطبع لذولي صح عشان اخذ اقل دمج نقول بسم الله ونط
اوه قلبين يمه. الحمد لله الان ما طلعنا ولا صوت. هذا الشيء اللي انا مريعني. راح احاول اجمع كثير. طلع صوت يمه، خفت انا والله اني خفت. اسمي طلعت صوت. اجمع ذول الشيء منهم كثير عشان اقدر اتنقل فيهم. ويمدينا ننزل من هنا. تكفل تكفل، لا تعطي انذار. تكفل تكفل تكفل. اوكي 18 حبه ظن تكفيني. ابي اتنقل فيها. ايوه يمدينا ننزل من هنا. ننزل من هنا يعني يعني يعني. اوكي هلا والله. اوه ماي جاد. تكفى. اوه دقيقة، لا ما ركزت في هذي. احنا اذا فتحت الشست راح يطلع صوت صح؟ اوكي قد نبل هنا. طلع صوت بالسيارة من رسم. تكفون خلنا ناخذ السرعة لهذا. تكشن اي في. يا سلام يعني 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 يعني. احتاجه احطى اندار. تكفى لا ترسمن. تكفى واردن. امانة بموت ورسمن صدقني بموت. يفوت اطريات ايش. او ماي جاد يبينا اربعة ثانية. او يعني ما بدي اركض، يمديني امشي يعني بس ما ابي اضيع الا جسمه وذا اللي عندي. مش هذي عادي. واحد اثنين ثلاثة. اوكي ريجينيشن. حلو حلو. باقي لنا حبة يا جماعة الخير، باقي لنا حبة حبة بس. اظن هناك كان في شيء صح. او ماي جاد اصبروا. اوكي اوكي راح اخلي هذه لبعدين، راح اخلي هذه لبعدين عشان اذا حسيتها بعدين. وين الجست اللي هنا؟ مو اسرع عبدي؟ الله مو اسرع. اوكي خلينا نكمل. خلاص بعدين نجمع بس احبي اضمن لهذا اول شيء. اوه دقيقة اصلا في كرات نتيبل لازم نسويها من الحب من البول هذا. اوه الحمد لله. يا رب يكون فيك اخر حبة. عندي تكفين اخر حبة بليز. اوكي تكفى. اوه راح يرسل انذار. راح ينزل. ما صرت اعرف سالف. راح يرسل تنبيه. أنا مت. في لحظة راح أسب الواردن. أنا مت. أوكي. جملة 8. كرافتنج. أوكي هذه الأبل. بسم الله. خلنا أكلها. راح تلمت. Let's go. طيب الخطة حاليا عبادي إنك تنحاش من المكان هذا. شوفوا في خطة. حس إنه شيء مجنون. أوكي. أوكي ركز معي. راح أخاطر فيها مرة هذه. راح أروح لمكان في النص. طبعا الهول في يدي هذه راح تكسر بشكل مرة سريع. أوكي. فاللي راح أسويه إني راح أكسر بلوكات كثيرة وأرقى بسرعة. هذه الخطة الوحيدة. لا طلعت 15 بلوكة أظن أموري تمام. أوكي حس ودي أكسر من هنا. كم بلوكة أحتاج عشان أطلع فوق؟ والله ما أدري. والله أحتاج كثير. أوه لو عندي حبتين آيرون بس لو حبتين آيرون. أوه ماي دايز. يعني المشكلة إنه مرة بعيد. لا جد مرة بعيد. بني أطلع فوق مرة بعيد. أقدر أمشي بالشفت. والله حالتي يرثى لها يا عيال. هنا تستات بس ما احتاجه فعلا. احتاج اني اطلع بس. احس لو لقيت ايرون. اي خربانه يا عيال. طعم الحال. ستتش اصبروا هذه ستتش. اطري. خربانه برسم في اي لحظه يا عيال. اي خربانه. خلاص انا بايعها. اكتفي. خلاص بطلع. اوكي ارسل. خلاص عبادي خلاص امورك تمام باذن الله. مرك تمام بإذن الله. أوكي خلاص أظن خلاص تمام يا جماعة الخير. أوه ماي عيال والله حس بكتمة تحت. أوه ماي جاد حسيت بكتمة والله. أوكي قاعد أطلع خلاص أظن. شلنا الهلمت أموره تمام. قاعد أطلع. واو ليتس جو نطلع. تهانينا لقد فزت. الله يخرج عدوه. لم تفعل. دعني أشرح. ليس إذا هو المطلوب. هذا الطبق الذي أعطيته لك منع رسبانة الوارد. يعني أنك كنت حذر من شيء غير موجود أصلا. والتحدي الحقيقي هو أن تعرف هذا. لأني وضعت 3 لمحات في الخوذة والكرافتنج تيبل والتفاحة. لا يوجد وارد. يمكنكم إعادة الفيديو لتتأكدوا. تستهبل. خدعني يا عيال. عيال خدعني وأنا من الصباح. ايجر كان حاط الميحات في التفاحه وما ادري في شيء ثاني. او ماي جاد وانا اقول الوردن ازعجت ابو شكله ليش ما رسبن. يعطيك العافيه على التحدي. الله يسعد تمتاثي والله خذيتني. اوه ماي جاد بسم الله والله يستر من التحدي ذا وسخ. نقول بسم الله ونبدا. السلام عليكم تابعين عبادي كيف حالكم طيبين؟ معاكم اسطوره البي في بي المخضرم المعرق الجلال. اوف يمدح بنفسه. ما حد يقدر ينافسني. سي ام فيصل عبادي طلب مني تحدي وبما اني محترف البي في بي راح تحتاج عبادي انك تفوز علي مره واحده. راح نلعب 3 جولات. اذا فزت علي في جوله واحده راح اعتبرك اسطورتي وتكون فايز في التحدي. واللي الى الحين ما ضغط زر اللايك واشترك في مقطع عبادي يا ليت انه يضغط لايك ويشترك.
بالتوفيق. عيال ترى فيصل معرك. عيال فيصل انا ايش قلت لكم في البدايه يوم اني ارحب بفيصل؟ قلت اسطوره السنار الذهبيه. عيال عند عيال الرود حق فيصل يا رب اقدر افوز عليه. هذا احس هذا التحدي الوحيد اللي بخسر فيه. تعال هنا كلب خلينا نبدا الراوند. عيال عيال عطني عيال اقول امس تكبر راسك ترى مدحتك بدايه المقطع عيني اتذكرها. تعال تعال اوريك انا جيت في ارضي. عيال 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 اصخ اصبر طي اصبع نشفتني. تعال بس بطلع من ذا المكان. صبتها. انا قايلك عبادي انا راح بس اصبر اصبر بالله هد 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 بس اصبر هناك القدنبل عيالو انت الحين هربت مني بس ما راح تهرب مني الحين. تعالي عبادي تعالي عبادي اصل اوكي هدي هدي شويتين فيصل هدي جيك متحمس مره مستحيل تجيني بالبوم مستحيل تجيني بالبوم مستحيل نايس امي انا ابلع ياكل ومايتي ميتي هناك القم اوريك عبادي تعال تعال قرب قرب علي قرب اوه ماي جاد عيال انت الحين جيت في ارضي مستحيل تفوز علي مستحيل بعتمد بكل متابعيني. انا ايش قلت لكم يا جماعه خير لعبه الحلقه؟ قلت لكم مشكلتي هذه المشكله يا عيال مره معرك. يلا فيصل يلا راوند 2 راوند 2 باقي محاولتين فيصل. انا ما راح استسلم الى اخر محاوله راح احاول اعرك. انا استسلم انا استسلم يا فيصل ايش قالوا لك؟ ضيع طلقاتك كلها عبادي ما قصدي شيء ترى مهارات ابلع الحرق باللافا قفلت مويتك بعد الحين ما عندك مويه ها عندي موي ثاني ابلع تعال تعال يا عبادي تعال تعال تتحداني يعني دفيت هدا قوتي الخارقه عشق تعال يا زك يا عيال انا حبيبي مستحيل خليك تنحاش بقى القدنبل ابلع ابلع يا عبادي ابلع ابلع يا عبادي نايس ايم اوكي خلصت الاسهم بهذه استعد المراوغه اوكي شوف انا الحين بديت اعصب عبادي بديت تخليني اعصب اي انا بديت تلطمك يا ورع تعال انا اوريك انا اوريك يا عبادي تعال تعال ليتس جو وين بتروح ساقضي عليك ما نحرك في اللعبة ما نحرك ابليس لا 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 مستحيل تفوز علي انا قايل لك انا ايش خليني اطلب تحدي مني بادي استسلم شوف عبادي باقي لك محاوله اخيره استسلم ما راح تقدر تفوز علي بادي احسن لك استسلم اسكت والعب انت وراسك يلا جاهز 3 2 1 جو اوكي انا اوريك عبادي انا اليوم راح اخليك ما تنام الليل صدقني يا عبادي انا ما ابي افيصل لازم اعطيك رود رود كذا حلوه اوكي ما تنحرق انت ما تنحرق ما تنحرق تعال تعال الحرق لو لا لا لو بحاول الحش لا 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 تعال القم القم ابي عادة شلون شلون خسرت فيصل صار ما بتكلم معك انا فيصل فيصل يطق من البداية هذا ترك ترك تسوى بكت لابة بس بكت لابة جاء اجلك يا فيصل انا شلون اخسر عبادي في 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 مشكلة في يا الله ما توقعت افوز ولا 1% ما يئست ابدا ابدا ما يئست وكشفت الثغر اللي عند فيصل اللعبه اه بعدين قاعد ابكي انا قاعد ابكي يعطيك العافيه فيصل التحدي انتني انتني حطيت اني انت كنت واثق هذه الدرجه انه ما راح اقدر افوز عليك ولا مره ادري ايش صار ما ادري فجاه ضعفت لوهله لوهله ضعفت يعطيك العافيه والله والله معي ما حطني هذا يعطيك العافيه فيصل شكرا لك على التحدي الله يعافيك واذكرهم مره ثانيه باللايك الله يسعد وانهي المقطع عني يا شباب لاني انا لايك يا شباب انا بحط النظاره هذه حملت عبادي الى الان قائمه كل واحد يحط لايك وينشر المقطع نبي ندخل 1,000,000 قبل نهايه السنه مقطع المليون راح يكون مقطع خرافي اذا انت حطيت لايك انشر المقطع اذا انت نشرت المقطع حط اشتراك اذا اشتراك فعل الجرس خلاص طني يعطيكم العافية جميعا نراكم بين الحلقات الأخرى قناة اليوتيوب كلها تحت وفي أمان الله.